اهلا بيكم، دي محاضرة صغيرة كده عشان كل الناس اللي داخلة تاخد الكورسات المجانية كمتدربين يعرفوا يشغلوا الزوم ازاي، لان في ناس كتيرة سجلت معانا كورسات وقالوا ان هم ما شغلوش الزوم قبل كده وما يعرفوهوش. فاحنا دلوقتي هنوري ازاي ننزل الزوم على التليفون بتاعنا وازاي نخش المحاضرات بتاعتنا عن طريق التليفون. الجزء الثاني من المحاضرة ازاي اخش الزوم عن طريق الكمبيوتر. طبعا لو عندنا كمبيوتر او لابتوب اقدر، هيبقى افضل كتير اكيد في الكورسات اللي فيها كمبيوتر ابلكيشنز زي الفوتوشوب، زي مثلا لو كورسات في التسويق الالكتروني، في الفيسبوك ادفرتايزنج، حاجه فيها تسويق، حاجه فيها شغل كمبيوتر، اكيد لو داخل من الكمبيوتر هيبقى افضل لان انا هجرب مع المحاضر. لكن لو انا ما عنديش وداخل من التليفون بتاعي فانا هستفاد جدا، وبعد كده ابقى اقعد اعمل تريننج على الكمبيوتر في اي مكان. دلوقتي احنا عشان نشغل الزوم انا محتاج سواء التليفون اندرويد او تليفون ايفون ان انا اشغل الجوجل بلاي في الاندرويد والابل ستور في الايفون. كل اللي هعمله ان انا هعمل سيرش على زوم دوت يو اس، او تمام زوم دوت يو اس. كويس، لو قلت له بسيرش على زوم دوت يو اس هلاقي على طول اول واحد هو زوم كلاود ميتنج. هو كان طلع لنا اصلا لو تلاحظوا مكتوب زوم كلاود ميتنجز وتحتيها زوم دوت يو اس اللي هي اسم الشركه بتاعتها يعني. طيب انا هختار اول واحده بالظبط اللي هي الزوم ميتنج. انا هنا منزله فهعمل له اوبن. لو مش منزله هعمل له ايه، انستول عادي زي اي برنامج تاني، مش هيطلب مني حاجه خالص. طبعا هيطلب مني بعض الاكسس على الكاميرا على المايك عشان اقدر اخش واتعامل بيه برنامج زوم. طبعا هسمح له بايه بكل الاكسس ريكويرمنت اللي هو هيطلبها. طيب انا كده نزلت البرنامج هلاقيه نازل اهو. لما اجي اخش الميتنج بقى احضر الكورس المحاضره، مش هشغل برنامج الزوم، هعمل ازاي؟ احنا قلنا ان احنا هنعمل جروب واتساب للبنات وجروب واتساب للولاد، هنبعت فيه اللينك والباسورد بتاعت المحاضره. كويس، انا غالبا هخلي لكم اللينك المحاضره ثابت، يعني مش هيبقى متغير كل مره. ولكن اللي هيحصل ايه، ان انا دلوقتي هشغل ايه الواتساب. ده الواتساب، ادي الجروب اهو، اسمه كورونا جرافيكس مسافه شرطه شابات، ده بتاع الانسات، وهيبقى في واحد تاني اسمه كورونا جرافيكس شرطه شباب. بالنسبه لتحفيز القران كورونا قران شباب وقران شابات وهكذا. كويس، بحيث ان احنا هيبقى الناس كلها المشتركه سجلت معانا في كورس الفوتوشوب والجرافيكس هيبقى موجودين هنا. هتلاقوا ان انا بعت لكم انفيتيشن اهو، ياسر رسمي انفايتنج يو تو سكيدول زوم ميتنج، وهتلاقوا فيه لينك. كويس، كل اللي هنعمله هو مكتوب الميتنج اي دي، لو تلاحظوا الميتنج اي دي اهو موجود، ده رقم الاجتماع بتاعنا، رقم المحاضره بتاعتنا، وده الباسورد. بس لو الاثنين دول موجودين جوه اللينك، يعني مش محتاج اكتبهم. كويس، فانا هدوس، كل اللي هعمله ايه، هدوس على اللينك. كويس، لما ادوس على اللينك هلاقي ان برنامج زوم فتح لوحده على التليفون. تمام، وهيسالني يقول لي انت اسمك ايه. لان ليه بقى دلوقتي الزوم لو تلاحظوا ان هو جاب لنا ساين ان، وانا ما اخترتش ساين ان. الفكره في الساين ان ايه، انا لو عملت اكونت على زوم عشان اقدر ابقى محاضر، يعني لو انا محاضر او هوستر عاوز استضيف ميتنج يبقى لازم اعمل اكونت على زوم. لكن انا متدرب، زوم مش عاوز مني حاجه خالص، مش عاوز يعرفني اصلا. فانا بدوس على الميتنج على اللينك فبيدخلني ايه على المحاضره، ولكن زوم كده ما يعرفنيش، ما عندوش اي معلومات عني، فبيقول لي انت اسمك ايه. الاسم ده ارجوكوا اكتبوه صح، لان ده اللي بيبان عندي، بيبان عند المحاضر عشان المحاضر يقدر يكلم الناس. كويس، يقول يا 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 مي يا محمد يا امنيه، يقدر يكلم الناس وهو بيتعامل وهو بيدي الكورس. فده اكتبوه صح بالعربي او بالانجليزي زي ما انتم عاوزين. هدوس اوكي. دلوقتي انا دلوقتي كتليفون دخلت على الميتنج وهو مستني، بيقول لي ايه، استنى الهوست هيدخلك دلوقتي. كويس، انا هنا عامل حاجه اسمها ايه، ويتنج روم، يعني وانت داخل انت قاعد مستنيني. كويس، في طريقه تانية ان انا ادخل الناس كلها مع بعض يكلموا بعض، وبعد كده لما انا اخش المحاضره ابتدي اخش اتكلم معاهم، بس انا دخل ويتنج روم، فانت كده داخل وقاعد مستني ان المحاضر يوافق لك على ايه، على دخولك او يفتح المحاضره يعني. بصوا انا هنا ده برنامج الزوم على الكمبيوتر. انا دلوقتي لو هفتحه اهو عشان اوريكم الموضوع هيبقى عامل ازاي.
كويس. انا هنا كده اهو بارتيسيبنت اهو بيقول لي، بيقول لي بص، بيقول لي في، انا اهو، انا المحاضر، في واحد داخل اهو طالب معايا اسمه ياسر، ادخله ولا اطلعه بره؟ فانا هقول له اه دخله. بص اول ما هقول له اه دخله، بقى شايفين التليفون، التليفون اهو، كده انا كده داخل من التليفون ودخلت المحاضرة خلاص. انا بقى كتليفون عاوز لما حد يسألني، المحاضر يسألني ارد عليه واجاوب عليه، فهختار جوين اوديو دي، فعارفين دي كول فيا ديفايس اوديو، يعني هدوس عليها بس عشان ايه؟ عشان يسمح لي ان انا ان انا اقدر اعمل ايه، اعمل اتكلم وانا من التليفون، يعني اتكلم المحاضر. طيب ستارت فيديو دي لو انا عاوز افتح الكاميرا بتاعت التليفون بتاعي المحاضر يشوفني، ده لو المحاضر طلب مني كده. كويس. والله انا واحده قاعده في البيت ومش عاوز افتح الكاميرا، خلاص مش هفتح الكاميرا، مفيش الزام، والمحاضر ما يقدرش يفتح الكاميرا بتاعتك عافيه، يعني المحاضر يقدر يقول لك افتح لي الكاميرا، تقول له اه او لا. تمام. طيب شير هنا ان انا كطالب بشير الشاشه بتاعتي، شاشه التليفون او شاشه الكمبيوتر بتاعتي لبقيه الناس، ودي الاوبشن ده المحاضر دلوقتي، المحاضر في الفيرجن الجديد من زوم يقدر يوقفه، ان انا ما يطلعلكش شير، ما يطلعش حاجه، هو مش محتاج ان انت تشير تليفونك، هو المحاضر بيشير الكمبيوتر بتاعه او البرنامج، بنشتغل على الفوتوشوب بيشير الفوتوشوب بتاعه. تمام. طيب هنا بصوا بقى، عشان ايه الاسكس بتاعت الحوار، انتوا دلوقتي انت دلوقتي داخل المحاضره وسامعني وبنتكلم مع بعض، طبعا بدل صورتي اللي طالعه لك دي هيطلع لك شكل الفوتوشوب اللي انا شغال عليه. تمام. طيب بس انت عاوز تسال في نقطه معينه، عاوز اسال فيها، احنا الموضوع مش مفتوح ان اي حد يسال اي حاجه في اي وقت، والا مش هيبقى في محاضره، مش هيبقى في سيستم كده. لا انا مبدئيا في الكورسات بتاعتي بشرح الجزء وبعد كده بقول اخواننا اللي عاوز يسال يتفضل يرفع ايده، ده بنعملها في الان كلاس. كويس. طب انا في الزوم هعمل ازاي؟ كل اللي هعمله اهو، هدوس على مور، هلاقي ريز هاند، بصوا انا هدوس ريز هاند، بصوا في التليفون بتاعي طلع لي ايه؟ طلع لي ان انا رافع ايديا لفوق. طب تعالوا اوريكم المحاضر بيشوف ايه. بصوا المحاضر، ادي المحاضره اهو، انا شايف ياسر اهو، مفيش كاميرا مفتوحه ولا حاجه، بقيت انا وهو، بقى انا وهو، احنا اتنين دلوقتي داخلين، وبيقول لي ان ياسر رسمي ريز هاند، ريزد هاند، يعني ياسر ده ايه؟ بيرفع ايده، عاوز يتكلم اهي، شايفين حتى في ايد زرقاء جنب الاسم. انا كمحاضر ممكن اقول له لور هاند، يعني خلاص نزل ايده، انا مش هرد دلوقتي، او انا مش هقاطع الجزء انا بعمله دلوقتي، او ان انا ممكن بقى اقول له طيب خليه يفتح الفيديو او بتاع، او يتكلم صوت، فانا هقول له لور هاند، فالايد ايه نزلت تاني. تمام. يبقى انا دلوقتي، يبقى احنا اتفقنا ان انا سواء من تليفون من كمبيوتر من اي حاجه عاوز اتكلم او اسال، ما بتكلمش مره واحده كده، انا كل اللي بعمله بدوس واقول له ايه، واقول له ريز هاند عشان يبان للمحاضر ان في حد عاوز يتكلم. كويس. طبعا لو انا داخل من كمبيوتر هتلاقوا هنا في حاجه اسمها ميوت، ان انا اقدر اقفل مايكات الناس. من التليفون انا مش لاقيها، مش لاقي ان انا اقدر اعمل ميوت للناس، يعني او ان انا افتح له المايك بتاعه او اقفله له، لكن هو نفس الاوبشن ده موجود. تمام. يبقى ده كده ان انا كده دخلت ايه، دخلت على المحاضره. انا وانا داخل على المحاضره ما عنديش اوبشن ان انا اسجل المحاضره، لو جيت اسجل المحاضره هيبان للمحاضر يقول له فلان عاوز يسجل المحاضره اللي انت بتعملها. انا ما تقلقوش، المحاضرات كلها اللي هعملها لكم هشغل التسجيل من عندي، وبعد ما نخلص المحاضره هرفعها لكم على اليوتيوب. كويس. بحيث حتى لو حد حصل له حاجه، النت قطع مع حد وعبال ما دخل تاني كان في حته فاتته، يقدر يرجع للايه، للجزء اللي فات، فما تقلقوش من كده. تمام. وفي الاخر انا داخل من التليفون خلصت الميتنج ومتشكرين قوي وخلصت المحاضره النهارده، هقول له ايه، ليف ميتنج، يعني اطلع بره المحاضره، انا خلاص انا مروح، اقول له اه طب انا مروح خلاص كده كده الزوم، ايه لو تلاحظوا قفل وخلاص، جايب لي ده الواتساب كده. تمام. الجزء الثاني هوريها لكم ازاي نشتغل من الكمبيوتر، ازاي اجوين نفس القصه بالظبط، هي بالظبط، اوريكم بالظبط اتعمل ازاي. طيب انا عاوز انزل برنامج الزوم عندي على الكمبيوتر، كل اللي هعمله ان هفتح البراوزر واكتب zoom.us وادوس انتر، هيدخلني على السايت بتاع زوم. تمام. كل اللي هعمله ان انا هنزل لتحت خالص،
تمام، هنزل لتحت اهو خالص 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 لغايه ما الاقي داونلود، هدوس عليها وهختار اول اختيار فيها. فهنا بيقول لي ايه، ان انت هتنزل زوم كلاينت فور ميتنج. هنزل زوم كلاينت يعني هنزل برنامج الزوم على الكمبيوتر بتاعي، سواء ابل سواء ويندوز سواء ايا كان. تمام، طيب هلاقي ده حاجات داونلود تانية مش مهم، مش عاوزها دلوقتي، ما تلخبطناش، انا عاوز بس الداونلود العادي. طيب بعد ما بداونلود وبشغل البرنامج بتاعي، هينزل لي البرنامج على الويندوز او على الابل، هدوس على الابلكيشن الايكونز بتاعه، هيفتح لي زوم زي اللي كان طالع لي في التليفون بالظبط. هنا بيقول لي جوين ميتنج ولا ساين ان. احنا قلنا قبل كده ساين ان دي بعملها، بعمل اكونت على زوم واعمل ساين ان لو انا كنت المحاضر. انا مش محاضر، انا طالب، هقول له جوين ايه ا ميتنج. بصوا هنا، انا لو كنت دوست على اللينك ده على طول، اللينك بتاع الواتساب، كان دخلني على طول. تمام، ده بس انا اوريكم ان انا لو ما عنديش لينك الواتساب او على التليفون مش رابطه بالكمبيوتر، بيقول لي اكتب الميتنج اي دي اللي هو ده، شايفين اللي هو ده كويس، اللي هو الرقم ده. فكل اللي هعمله ان انا هبص على التليفون بتاعي واكتبه بايدي كده. تمام، ويقول لي ايه واسمك ايه، ده الاسم اللي هو اللي قلنا بيبان للناس. تمام، طيب هقول له ايه، ممكن انا وانا داخل، انا واحده مش عاوزه تشغل الكاميرا، هقول له تيرن اوف ماي ايه ماي فيديو، يعني اول ما تبتدي ما تفتحش الكاميرا بتاعتي. تمام، هقول له جوين. دلوقتي هو هيبص هيلاقي ان في باسورد، هيقول لي الباسورد ايه اللي انا برضه بكون باعتها لكم في الايه في الواتساب. كويس، هقول له جوين كده. هو دلوقتي هيخش على المحاضره، انا مشغل هنا، بيقول لي داخل برضه اهو، بيقول لي استنى لما المحاضر يوافق على دخولك. انت كده قاعد في ويتنج روم. يعني ايه ويتنج روم؟ يعني قاعد مستني، قاعد في الصاله كده مستني لغايه ما المحاضره تبتدي، نقول لك تفضل خش. تمام، فانا دلوقتي هقول له ايه، هقول له اه وافق عليه. انا مشغل التليفون بقى، انا عاكس الموضوع دلوقتي، مشغل التليفون كانه هو المحاضره، وايه والكمبيوتر كانه هو الطالب. انا هقول له جوين ويز كمبيوتر اوديو برضو. تمام، كويس. انا بص بقى هنا، هنا انا دلوقتي ده التليفون اللي هو المحاضر، انا عكس الموضوع شويه بقى، ده التليفون وده انا اللي هو الطالب على الكمبيوتر. بص بقى انا دلوقتي وانا ايه، وانا طالب، انا طالب اهو، مش جايب غير اسمي لان انا مش مشغل الكاميرا. انا وانا طالب ممكن انا مش فارق معايا، عاوز افتح. احنا طبعا كلنا في المحاضرات هنقفل الكاميرات، ليه؟ عشان ما نعملش اوفرلود على الباندويتس بتاعنا. كويس، لان طالما قافله فانا ما بتحملش كتير على الانترنت بتاعي بتاع البيت. وكذلك لو شغلت، قلت له شغل، انا كطالب دلوقتي شغلت الكاميرا بتاعتي اهو، انا كده طالب ومشغل الكاميرا بتاعتي. تمام، انا هوقفها اهي تاني. طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي كده انا دخلت المحاضره. الجزء اللي يهمنا اللي هو ازاي ارفع ايدي، اعمل ريز هاند عشان اكلم المحاضر او اساله في السؤال او اقول له حته مش فاهمها. كويس، انا ممكن ارفع ايدي والمحاضر هو شافني، بس ممكن ما يقوليش اتكلم دلوقتي، هو شافني يكمل الجزء اللي بيقوله ويرجع كده يقول لك ايه فلان كان رفع ايده اتفضل. بصوا هعملها ازاي، ادوس في بارتيسيبنت دي اللي هم المشاركين. كويس، هلاقي ريز هاند تحت اهي، هدوس ريز هاند كده، جاب لي علامه الهاند لو تلاحظوا اهي فوق اسمي بالازرق، وجاب لي اسم اهو وفي ايديا مرفوعه لو تلاحظوا. كويس، انا ممكن اقول له لور هاند، رجعت في كلامي خلاص، انا رفعت ايدي عشان اسال على حاجه بس المحاضر سبقني وشرح، فخلاص هقول له انا خلاص انا ايه انا لور هاند، انا مش بطلب الحوار والمناقشه. خلي بالكم دايما خلي بالكم لما اعمل ريز هاند كده كويس، والمحاضر يسمح لي يقول لي اتفضل اتكلم، اتاكد بس ان دي مش معمول لها ميوت المايك، لانه ممكن اكون انا ايه اكون عامل ميوت كده واقعد بقى انا احكي والمحاضر مش سامع حاجه والناس مش سامعه حاجه. خلي بالكم ان الحوار هنا وان تو ميني، يعني انت كطالب بتكلم الناس كلها سامعاك، مش المحاضر بس اللي سامعك، فلو بتسال على حاجه الناس كلها سامعه. تمام، فاللي اقصده ان دايما اكون واخد بالي ان المايك مفتوح عشان المحاضر والناس يسمعوني. تمام، بس هو ده كده المحاضر اهو، لو قال اند ميتنج خلاص المحاضر قفل الميتنج.
واتقفلت علينا واتقفلت على كل الناس. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج تسجيل، مش محتاج اي حاجه صعبه خالص. ميت ان الزوم برنامج لذيذ وسريع دلوقتي، حط فيه سكيورتي كمان عشان كان قالوا انه بيحصل فيه هاك وحاجات كده، ان الناس ممكن تخش تبعت لنا لينكات. طبعا لو في حد لقى لينك او حاجه طالع ما يدوس عليه، لكن هم دلوقتي عملوا ابديت للسكيورتي بتاعته كمان. الموضوع بسيط جدا، ان شاء الله خلاص هندخل الناس النهارده على الواتساب جروب، ونتاكد ان انتوا شفتوا المحاضرتين او المحاضره الجزئين بتاعه الفوتوشوب السيشن الاولانيه، عشان نخش خلاص نعمل بقى زوم ونبتدي نتكلم في السيشنز بتاعتنا ونشتغل عملي في نفس الوقت. بقيت ان شاء الله الكورسات الثانيه كلها، تحفيظ القران او تجويد القران كمان هيشتغل باذن الله، وبقيه الكورسات تباعا على طول بقى، مش هنستنى اكتر من كده يعني. احنا كنا بس منتظرين الفتره دي عشان كنا بنجمع اكبر عدد ممكن من الناس اللي هي تستفاد.